هوية بريس. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه يعني حتى لا نطيل، وإلا الأحاسيس إذا اختلطت فيصعب وجود كلمات للتعبير عنها، لذلك نترك الأمر على سجيته فنقول جزاكم الله خيرا. وإلا الأصل في الأمور أن تأتوا أنتم للدار البيضاء لتحاضروا بها، فأنتم حملة الشريعة، هكذا نحسبكم ونزكيكم على الله، على الأقل في الطالب فيما يتعلق بالطلبة الدارسين هنا برحاب هذه الجامعة وهذه الكلية المباركة. فكما ذكرت، فكلما اقتربت من فاس إلا واقتربت من معين المغربي الأصلي، فاس يعني كانت تكلم على ما لا يقل عن 12 قرن. فاس طبعت سنتها 200 و1000، في سنة 1989 تقريبا، يعني فاقت فاس قرنها 12. فمن لك نجي الفاس فهي أنفاس الأدارسة لما وطئت أقدامهم هذا البلد، ولك نجي الفاس فهي فاس يعني فاطمة الفهرية صاحبة أول جامعة، وإن كان القرار ابتداء سياسيا، لكن لما بلغت هذه المرأة من التضحية بكل ما حازته من مالها الخاص في إرثها العريض، فجعلته جامعا، صار جامعة وصار أول جامعة في العالم، مش في العالم الإسلامي، في العالم نقطة. وتدخل إلى فاس فتستقبلك أنفاس العلماء الذين درسوا بهذه الجامعة، تستقبلك أنفاس ابن خلدون وتأصيلاته لعلم الاجتماع، تستقبلك أنفاس ابن رشد وعلاقته بين الشريعة والفلسفة، تستقبلك أنفاس المعاصرين ممن توفاهم الله عز وجل، سيدي عبد الله قنون، سيدي علال التازي، وسيدي محمد العربي العلوي، وسيدي الدودي رحمة الله عليه، والقائمة تطول، يعني تكاد تقرع أذانك نبرات صوت مالك المغرب وسيدي محمد التاوير رحمة الله عليه. يعني وهذا لا أقول غيظ من فيض، بل هذا نقطة من بحر. فإن كان مثلي يأتي، إنما لا يأتي، يعني حتى نتفق على هذه القاعدة المرجعية، مثلي لا يأتي ليلقي محاضرة علمية في كلية تعتبر يعني أصلا في هذا الباب، لكن إنما يأتي من باب صلة الرحم بينه وبين إخوته، ومن باب الدردشة حول موضوع صار الكلام عنه، يعني صرنا نقذف من كل جانب، ونحن الأولى بنا أن نقذف بالحق على الباطل ليدمغه فيكون زاهقا بإذن الله عز وجل. موضوع القيم هذا من المواضيع الشائكة، لما؟ لأن الكلام عن قضية القيم يرتكز ابتداء عن قضية مصدر القيم، وعن قضية مرجعية القيم، وعن قضية نوعية القيم وأهداف القيم إلى غير ذلك. ثم أن شائكية الموضوع تكتسب ليس فقط من حيث كنه الموضوع، لكن تكتسب أيضا من حيث الظرفية التي نتطرق فيها للكلام عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا الموضوع. الظرفية هي ظرفية صار شباب المسلمين في بلدنا هذا على الأقل، وإدارة الموضوع يهم الأمة الإسلامية كلها، صار شباب المسلمين يعني تجتذبهم تيارات شتى، لم يعد مشرب أبناء المسلمين واحدا، صارت مشاربهم شتى. ونحن نتكلم عن القيم، ابتداء لابد لنا من أن نرجع إلى أصلها وإلى مصدرها،
علاش؟ لان شبابنا الان ملي كنتكلموا على الدوله اللي كيتربوا فيها وكبروا فيها وحلوا فيها عينيهم، نحن نتكلم عن دوله تتميز بشيء من الحداثه التي غلبت عليها. فكما لا يخفى على شريف علمكم، يعني الانظمه فيما قبل الدوله، يعني نظام الحداثه، يعني قبل الثوره الصناعيه وكذا، كان النظام السائد كان نظاما دينيا، ما كنتكلموش على الدول الاسلاميه، كان النظام فيها نظاما دينيا يقوم على الكهنوت، كهنوت الكنيسه التي تسيطر به على سائر معالم الدوله، على سائر معالم المجتمع، والاكثر والتي يهمنا تسيطر به على محاريب العلم. فما اعطته الكنيسه هو العلم، وما رفضته الكنيسه فهو ليس بعلم، ان الذي كان يسطر الفرق بين العلم واللا علم كان هو الكنيسه. بعد اكتشاف العلوم وثوره العلوم على الكنيسه في اوروبا، ظهرت معالم ما صار يصطلح عليه بعد ذلك بالحداثه، المودرنيزم. فهذه الحداثه اعطت قيمه مطلقه للعلم، والمقصود بالعلم هنا العلم المادي الحسي التجريبي. فصارت قيم العلم هي القيم المطلقه، لا تحتمل ادنى مراجعه. فلفظت بذلك الكنيسه، وكان شعار الثوره الفرنسيه اشنقوا اخر نبيل او اخر ملك بامعاء اخر قسيس. يعني هذا التواطؤ رفض ثم رمي به حيث لا يخفى عليكم. لكن مع بداية القرن العشرين ظهرت تطورات أخرى على مستوى العلوم التجريبية، ولا سيما على مستوى الفيزياء ونظرية النسبية لأينشتاين، فطغت قضية النسبية على كل معالم الحياة. فبعدما كانت المعارف دينية بحتة لا تستند في أغلبها إلى علم، لكن تكلم على أوروبا، لا تستند في أغلبها إلى علم، ولكن إلى سيطرة الخرافة الكهنوتية من أجل السيطرة على الناس. لفظت هذه المسألة فأقرت بعدها الحداثة. الحداثة هذه أقامت دولتها على قضية مركزية العلم التجريبي، وعلى اعتبار أن الكلام الذي يقوله العلم إنما هو كلام حق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم ظهرت نظرية النسبية. مع نسبية أينشتاين وتطور العلوم وتسارعها، الذي وقع هو أن هذه النظرية أضفت فلسفتها طاغية على سائر مناحي الحياة فيما يتعلق بالتفكير الغربي. فطغى مفهوم النسبية، يعني لم يعد هناك حق مطلق، وإلا فالكل نسبي، وصار الحق متعددا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار الحق متعددا، وصارت الأمور يعني تسير بحسب كل من يريد أن يسيرها إلى جانبه، فهذا يسيرها إلى هذا الجانب، والآخر يقول لا، الجانب الآخر هو الأصلح، يقول لك وجهة نظرك ولي وجهة نظري، وكلها وجهات نظر تقبل الاتفاق. لما؟ لأن القضية نسبية بشكل مطلق. لما الكلام عن هذا؟ لأن كلامنا اليوم في الدول التي كانت أصلاً محضناً للإسلام وللأمة الإسلامية، أو على الأقل بعض أجزاء الأمة الإسلامية، طغت عليها هذه الأفكار وتسربت إليها، سواء من حيث تدري أو من حيث لا تدري. هذه المناهج التعليمية، يعني أنتم تذكرون وأنتم تدرسون بالنسبة للطلبة اللي كانوا في سواء على المستوى الثانوي اللي كانوا تدرسوا في مسالك العلوم التجريبية، أو لا على مستوى الثانوي الإعدادي، وحتى على مستوى ما المادة اللي كنتو كتدرسوها في الابتدائي ديال النشاط العلمي وكذا إلى آخره. في جوهرها تقوم كلها على نظرية التطور، قائمة كلها على نظرية التطور. بالنسبة للفيزياء، الفيزياء إنما هي فيزياء إلى حد معين، هي فيزياء كلاسيكية، في حين فيزياء الكم الآن مع ثوراتها إلى آخره أتت بأمور جديدة، فجعلت الطالب عنده أمور تتضارب، درس شيئا ولما خرج إلى الواقع، أو عندما يلج عبر هاتفه النقال عبر الشبكة العنكبوتية يجد أمرا آخر، ويجد حقائق أخرى. كان يمتحن وقد يرصب بسبب أمر سطره، ويقال له إن تلك الإجابة خاطئة، فصار يجد على مستوى الشبكة العنكبوتية أن تلك الإجابة لها وجه من الصحة معتبر. فضرب التعليم وضربت المبادئ التي كان يحملها التعليم. لا أريد أن أتكلم عن الحيز الضيق، يعني الذي يكاد يكون كاريكاتوريا،
الذي يعتعنا يعني الذي يعطى ليخصص لشيء سمي ظلما وعدوانا الله يغفر لي بالتربية الإسلامية، وحيز آخر سمي ظلما وعدوانا حيز مادة اللغة العربية. وملي قاعد نجيو نشوفوا النصوص التي صارت تستند إليها مقررات اللغة العربية، إنما هي مقالات من الجرائد وكتابات لأشخاص يعني قد نقول أنهم يكتبون باللغة العربية، هم يكتبون باللغة العربية، لكن هل هذا يشبع نهم الطالب فيما يتعلق بأسس اللغة وبأسس الشرع وبأسس العقيدة الصحيحة وبأسس السيرة النبوية وغير ذلك؟ هذه أمور ربما يعاد فيها النظر. طغى جانب محاولة التحصيل الدراسي عن طريق الحصول على أكبر رقم أو أعلى رقم ممكن فيما يتعلق بالنقطة على 20، خصك تجيب 18، تجيب 17، تجيب كذا إلى آخره. فملي كنجي للتربية الإسلامية المعامل ديالها شحال؟ جوج، معامل ديالها جوج. الشباب اللي كانوا دايرين علوم تجريبية، المعامل ديال الرياضيات شحال؟ المعامل ديال الفيزياء شحال؟ والمعامل ديال العلوم ديال علوم الحياة والأرض، المعامل ديال الفرنسية؟ فهذا ينبئكم يعني معامل الفيزياء 7، معامل الرياضيات 7، معامل علوم الحياة والأرض 5 ولا على حسب التخصص، معامل اللغة الفرنسية 4، إذا مشيتي دير مثلا الأقسام التحضيرية قد يصل معامل اللغة الفرنسية 7، قد يصل إلى 9 وهكذا. يعني مجموعة من الأمور جعلت المتنفس الوحيد الذي كان الأصل فيه أن يشبع حاجة ذلك الشاب وتلك الشابة لما كان في سلك الدراسة الثانوية الإعدادية أو التأهيلية، المسلك الذي كان أو المادة التي كان يمكن أن تشبع قيمه وتؤسس له مرجعيته على قيمة ربانية المصدر، شمولية المنهج، غائية الحكمة إلى غير ذلك، هذه كلها بقيت محل فراغ. فهجم عليها من حيث لا يدري الشباب، وفي بعض الحالات من حيث يدرون، هجم عليها يعني تيار آخر صار يشبعها بقيم أخرى. فهذا وسط هذا الخضم هذا صار لابد من الكلام عن أهمية القيم والحديث عن قضية القيم، هل فيها شيء ثابت وشيء متغير أم أن القيم كلها متغيرة بحسب الزمان والمكان والأعراف والتقاليد والبيئة والحال والمزاج وغير ذلك، أم أن القيم إنما هي شيء واحد ثابت لا مغير له ولا يمكن له أن يتغير. فالنقاش يدور إن شاء الله تعالى حول هذه النقاط، من باب كما ذكرنا يعني أن يقبل الفاضل من المفضول، هذا هو الأصل، كما هو مسطر عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى رواية تميم بن أوس الداري في قضية قصة الجساسة وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الفاضل وتميم بن أوس الداري هو المفضول، ومن باب عبد الله بن أبي رواحة الذي كان يقول لكبار الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهما وهو مفضول أمامهم وهم فضلاء، والصحابة رضي الله عنهم أجمعون كلهم فضلاء، فكان يقول لهم اجلس بنا نؤمن بربنا ساعة. فمن هذا الباب نحن نتذاكر من باب أن يكون سبب المذاكرة مفضول يحدث فضلاء، ولا نزكيكم على الله. فقضية القيم هذه ابتداء يعني لابد من الرجوع إلى أصلها فيما يتعلق بتعريفها. فالقيم يعني إن تعارفنا على تعريف في يجمع معناها العام، فقد تعرف القيم على اعتبار أنها صفات ومجموعة من الصفات والمبادئ والمعايير التي يستند إليها الشخص أو المجموعة، سواء الفرد سواء المجموعة، يستند إليها حتى تكون له معيارا يزن بحسبه الصواب من الخطأ أو المستقيم من المعوج أو ربما الحلال من الحرام إلى غير ذلك من الأمور. المهم هي مرجعية صح التعبير تتكون من مجموعة من المبادئ ومن الحالات، كذلك تدخل فيها أيضا الحالات النفسية للمجتمع إلى غير ذلك. فهذه مجموعة من الأمور مبادئ معايير تشكل هذه المرجعية المعيارية. وكما لا يخفى على شريف علمكم فالقيمة حتى على مستوى اللغة نقول القيمة هو الأمر الذي هو المعيار الذي به نزن الشيء. نقول مثلا هذه بضاعة
فتقول كم قيمتها، إما قيمتها من حيث الثمن أو قيمتها من حيث مقابلها في البضاعات الأخرى. المهم هي قيمة معيارية، هي مسألة مبدأ معياري أو معيار يعني يستند إليه حتى تضبط المسألة، وبها يعني يوزن كما ذكرنا الخطأ من الصواب وغيره. القيمة هذه لها دور مركزي في بناء الفرد ابتداء وفي بناء المجتمع. يعني قضية القيم هذه ليست من باب نافلة المجتمعات، وإنما هذا من أسسها. مجتمع بدون قيمة المجتمع بدون هوية، وإن كان التداخل معلوما عندكم بين قضية الهوية وقضية القيمة. ففي بالنسبة للفرد فابتداء يعني القيمة هي التي تحدد سلوك الفرد داخل المجتمع. شخص القيمة الكبرى عنده هي المال، وقيمة التدين عنده ضعيفة مثلا، فهذا حتى لو تعارضت وسيلة طلبه للمال مع الحدود الشرعية فسوف يتخطى الحدود الشرعية للوصول إلى المال. علاش؟ لأن القيمة الكبرى عنده هي قيمة المال، وهنا يكون المبدأ الذي يؤسس عليه حياته هو أن الغاية تبرر الوسيلة، وهكذا يعني تؤسس عنده هذه القيمة، تؤسس عنده مجموعة من المبادئ ينجم عليها سلوكه داخل المجتمع. لذلك القيمة تكون مهمة بالنسبة لحياة الفرد. القيمة أيضا بالنسبة للفرد هي التي تمكنه من اتخاذ قراره وتحمل مسؤوليته. شخص ليست عنده قيمة منضبطة هذا قراراته قد تكون متناقضة، وقد تكون قراراته بحسب المصلحة، مثلا مثل التيار البراغماتي هذا تيار مصلحي، يعني حيثما وجدت المصلحة وجد القرار. اليوم المصلحة في أن أحارب مثلا كيانا معينا، غدا المصلحة في مهادنته ومحاربة الكيان الذي كنت أهادنه بالأمس، وهكذا. يعني كما ذكرت كانت آنذاك نائبة الرئيس الأمريكي كوندوليسا رايس قالت بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه تعطيك القيمة العليا مثلا عند النظام الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الحزب الذي يحكمه. قالت ليست للولايات المتحدة الأمريكية أصدقاء، إنما هي مصالح. يعني ليس الولايات المتحدة الأمريكية صديق دائم، هذه كوندوليسا رايس وكلامها يعني موجود على الشبكة موثق بالصوت والصور. ليس الولايات المتحدة الأمريكية أصدقاء دائمون، إنما هي مصالح دائمة، فبحسب المصلحة يمكن أن يغير الصديق. هذا فيما يتعلق كما ذكرنا قبل، وعطينا المثال بالنسبة لكوندوليسا رايس، وإنما هذا الأمر يتعلق بالأفراد. فالقيمة هي الأمور التي تمكن الفرد أيضا من التعبير عن ذاته والتعبير عن رأيه ومشاركته في الحياة الاجتماعية، سواء على المستوى الاجتماعي سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي. قضية إبداء الرأي ما لم يكن للشخص وللفرد قيمة ثابتة فهذا لا يتمكن من إبداء رأيه. القيمة على مستوى الفرد أيضا هي التي تدفع الفرد لمحاولة إصلاح نفسه على المستوى الخلقي على المستوى السلوكي، وإلا لو لم تكن له هذه القيمة فلا يمكنه من أن يقوم بمراجعة نفسه. الآية التي تلاها على مسامعنا الشيخ حفظه الله وهي خواتم سورة الحشر، مثلا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية عند علماء السلوك والتربية تعتبر الآية العمدة في باب محاسبة النفس. هذه الآية هي العمدة في باب محاسبة النفس، يعني ما ذكره ابن القيم رحمه الله في باب منزلة المحاسبة في مدارج السالكين حول هذه الآية يغني عن كل الكلام الذي قد نذكره فأحيلكم عليه. علاش؟ لأن الشخص هذا عنده قيمة، قيمته أن الله عز وجل يراقبه، فإذا أيقن بهذه القيمة دفعته هذه القيمة لإصلاح نفسه عن طريق محاسبة نفسه حتى يخرج مرة أخرى سواء للمجتمع بصيغة أفضل أو إن خلى بربه عز وجل في حالة الخلوات، يعني راقب الله عز وجل وأصلح من حاله في علاقته بالله عز وجل. القيمة هي التي تساعد الفرد على كبح جماح شهواته.
دون هذه القيمة. وهذا واحد من من من, من مش هنقوله بالإشكالات التي تطرح، لكن واحد من الأسباب التي تدفعنا لمناقشة مثل هذه المواضيع في هذه الظرفية الراهنة. لا يخفى عليكم كل الزوبعة التي أقيمت على قضية الحريات الفردية من عدمها إلى غير ذلك، ونادت أصوات وطالبت بنزع التجريم عن مجموعة من الأمور. فنحن نقول ما نريده هو أن نثبت عند الناس القيم التي تمكنهم من كبح جماح شهواتهم، وإلا لو فتحنا الباب للتفلت في هذا الموضوع يعني لا أظن أنه سوف يبقى لدينا شيء اسمه مجتمع. علاش؟ لأن الخلية الأولى التي تكون المجتمع سوف تعرف ماشي تفككا، سوف تعرف انفجارا من الداخل، وهي الأسرة. فإذا تخيل جسمك المكون من هذه الملايير من الخلايا، تخيل لو أن الخلية الأصل المكونة لكل جسدك لو انفجرت كل خلية من جسدك، ما الذي سيبقى فيك؟ سوف تتلاشى، يعني لن يبقى فيك شيء. فهذه الخلايا مجتمعة هي التي تكون جسدك أنت، وهي التي تجعل إذا اشتكى أصبعك من يدك اليسرى فسوف تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى حتى تحاول إنقاذ هذا الأصبع، حتى يتداوى، حتى يسير الجسد لتحقيق غاياته الكبرى التي ينشدها. وإلا سوف نترك الإصبع على الحال التي عليها وسيتفاقم الداء وسوف يموت ويفنى الجسد. هذا فيما يتعلق بمثال استلهمناه مما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي صح عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي هذا السياق يعني يندرج كلامنا. القيم هذه أيضا يعني تكتسي أهميتها على المستوى الاجتماعي كما ذكرنا في آخر نقطة في علاقتها بالفرد. فالقيم هذه تجمع على المجتمع كل مكوناته وتحفظه من التشتت. لما ظهرت الدولة الحديثة بعد الفترة الاستعمارية التي تقريبا طغت على النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي والنصف الأول من القرن العشرين، بعدما زالت تلك الغمامة السوداء السامة للاستخراب العالمي، ما الذي وجدناه؟ وجدنا أن آخر معقل لمعاقل الخلافة الإسلامية بالمشرق الذي كان في إسطنبول في جزيرة الأناضول المسمى الآن بتركيا سقطت، وتم الانقلاب على الشرعية الحاكمة آنذاك سنة 1921، ثم مع ثورة الضباط الأتراك بقيادة مصطفى أتاتورك، ثم تم يعني الانقلاب على الدستور الإسلامي الذي كانت تقوم عليه مركزية الخلافة إلى أن صارت دولة علمانية سنة 1924، وحوربت حتى الأصوات التي يرفع بها الأذان صار الأذان يرفع باللغة التركية، وأزيلت الحروف العربية حتى يعلم أن القضية ليست قضية المحاولة السير بالبلد إلى الأمام باعتماد النظام العلماني، إنما هو محاولة يعني طمس كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية. فبقي الأتراك تم اعتماد التركية كلغة رسمية للبلد، وأزيلت كتابة التركية بالحروف العربية فاعتمدوا الحروف اللاتينية وشيء من الحروف الجرمانية حتى يعني تقوم الدولة العلمانية على أصول جديدة. فلما استفاق المسلمون من يعني قاموا من تحت وطأة الاستعمار، على الأقل الاستعمار السياسي والعسكري، وإلى الاقتصادي والثقافي لازال حاضرا وبقوة. فالاستعمار السياسي والعسكري مثلا بالنسبة للمغرب الاستقلال الرسمي كان عندنا في 1956، بالنسبة شهد وجود يعني انبثاق دولة جديدة اسمها موريتانيا سنة 1960، شهد مثلا 1962 استقلال الجزائر، ثم مصر، ثم قبلها مصر وليبيا إلى غير ذلك. لما استفاقت هذه التي كانت إمارات إسلامية يعني تخضع لسيطرة حكم مركزي واحد، استفاقوا على نظام جديد وهو نظام الدولة القطرية، الدولة القطرية التي يشترك كل مكونات أطيافها في تملك الدولة، كلهم مشتركون فيها.
فهالدولة القطرية صارت عندها حدود وصارت هناك تأشيرات، بعدما كان المسلم يعني لا يكفيه من الشهادات إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة الوحيدة التي تكفيه حتى يذهب في أمن وأمان من المحيط، لا أقول إلى الخليج بل من المحيط إلى المحيط، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه كما قال عليه الصلاة والسلام. صار المسلم ليمر من دولة مسلمة إلى دولة مسلمة صار لابد له من مجموعة من الأوراق وملف وتأشيرة وقبول وبحث وجمارك و و و و و في ظل هذه الأمور ولات كل دولة شنو عندها كتقلب على المشروع الحضاري الذي يمكن أن تنهض به بعد أن استنزف الاستعمار اقتصاديا كل ثرواتها. عوض الرجوع إلى القيم المركزية للإسلام بدأنا نتهادى كما يتهادى المريض بين الرجلين، صرنا نتهادى إما بين الشيوعية التي كانت في أوجها آنذاك خلال سنوات الستينيات، ثم بعد أن أفل نجم الشيوعية بدأنا نركن إلى الرأسمالية على اعتبار أنها هي التي سوف تعطينا قيمة حضارية بسببها سوف نسير إلى الأمام. وبين في تهادينا بين الشيوعية والرأسمالية والمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والليبرالية الحديثة والفكر العلماني، وجدنا أنفسنا كالمثل المعروف فيما يتعلق بالغراب لما أراد أن يقلد مشية الحمام أو مشية الطاووس، المهم أنه حاول تقليد مشيته فما استطاع، فأراد أن يرجع إلى مشيته فما استطاع، لأنه وجد نفسه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فنحن في هذا المفصل لازالت لدينا يعني كمجتمع مغربي خصوصا وكمجتمعات إسلامية لازالت لدينا فرصة على أي مستوى أن نعتمد قيما كما ذكرنا تجمع على المجتمع ككليته، تجمع عليه كل أعضائه وأطيافه حتى على الأقل يستعيد عافيته. بعد ذلك المجتمع يمكن أن ينظر إلى اتحاد المجتمعات وهذا موضوع آخر. لما أهمية القيم؟ لأن القيمة هي التي تمكنك من الوقوف على أرضية صلبة تستطيع بموجبها مواجهة التغيرات التي نحن الآن بصددها. الولايات المتحدة الأمريكية تتغير في واحد المجموعة من الأمور، أوروبا تتغير في واحد المجموعة من الأمور. مثلا قبل من سنة 2000 ما كنا نتخيل أن الاتحاد الأوروبي سوف يعرف عملة واحدة وتصيبات عملة واحدة، علاش؟ لأن كل أمور كانت تفرقهم لكنهم اعتمدوا قيمة معينة وصاروا عليها. ما كنا نعتقد أن سيكون هناك جناح يعني عسكري يضرب بقوة للاتحاد الأوروبي، وكنا نظن يعني أنا في الثمانينيات كنا نظن أن الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري اللي هو الحلف الأطلسي يعني بعدما خلفته الحرب العالمية الثانية كنا نظن يعني أن إنما هو جناح عسكري بشكل شرفي خلاص، يعني من باب كي تصوروا معاه وكذا وخلاص. فإذا بنا وجدناه جناحا عسكريا ضرب بقوة في قضية البوسنة والهرسك، وضرب بقوة في القضية الليبية، ربما لم يشارك بشكل كبير في الغزو الثاني للعراق في مارس أبريل سنة 2003، لكنه كان من الأعمدة التي شاركت في الغزو الأول في سنة 1990. فاختاروا لهم قيما، نحن وسط هذا الخضم الصين والتنانين الأربع اختاروا لهم قيما معينة تجمع عليهم مجتمعاتهم. ودب الآن الصين هي القوة الطاغية على مستوى الاقتصاد، صحيح كيقول لك أن الذي ينافس الولايات المتحدة على مستوى الاقتصاد هي الصين، لكن رأى أكبر مديونية للولايات المتحدة الأمريكية هي في يد الصين، يعني أكبر دولة كتسال الفلوس للولايات المتحدة الأمريكية هي الصين. يعني إن جينا نعبروها بصحني ترى الصين الآن هي أكبر قوة اقتصادية. الله أعلم عن شيء ديال الرواح اللي ضربهم هما إلى آخره، ما عرفنا قاديتهم فاش غادي تخرج، لكن صحيح تأثروا هما تأثروا بهذه القضية هذه ديال هذا الفيروس الذي أشيع عنه أنه كذا وكذا، لكن هذا لا ينقص من قيمته من الاقتصادية. الدليل هو أن لولا يعني ماشي العقوبات نقولوا لولا الضغوطات الممارسة على الجمارك الدولية فيما يتعلق باستيراد المواد الصينية والله لما أبه الناس لقضية الكورونا ولا ماشي كورونا،
تقول لي هذه كتسوى 300 درهم وتقول لي الا جبتها من الشينوا علي اكسبريس 30 درهم يقول لك علي اكسبريس تقول لي كورونا يقول لك حتى للدار ونبخرها ماشي اشكال. فالضغوطات الدوليه هي التي تفرض على الناس انهم يوقفوا الاستيراد مثلا المنتوجات الصينيه مما اثر سلبا على الاقتصاد الصيني. حنا وسط هذه الاختيارات التي اختارتها هذه الدول، يعني اقتصاديا هي دول كبرى، هذا امر لا ينكر، لكن وسط هذه الاختيارات نحن نطرح على انفسنا سؤالا، ما هو اختيارنا نحن كدول اقل ما يقال فيها ان على مستوى الحضاره هي اعرق من كل هذه الدول التي ترون. ما كنقولش على مستوى التاريخ، على مستوى الحضاره، وحضارتنا لا تبدا مع بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. حتى لا يكون فهمنا قاصرا، نحن حضارتنا بدأت مع خلقنا، كنتكلم على المسلمين، نحن حضارتنا بدأت لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام فأقر لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، ثم مسح الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه العظيم السلطاني على ظهر آدم كما جاء في الحديث الصحيح، وجاء إجماله في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، في القراءة ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومن تلك النسى من ذلك الخلق المبارك اللي هو سيدنا آدم عليه السلام، بعد ذلك جعل الناس يتناسلون، وبقي الناس على التوحيد إلى أن اجتالتهم الشياطين وبدأ الشرك في الأرض، وبدأ الصراع بين المسلمين من بني آدم وبين الشياطين وأعوانهم من الكفار إلى حدود الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فحضارتنا نحن ممتدة إلى جذورها الأصلية منذ خلق آدم عليه السلام، فلا يزيدن أحد علينا في قضية الحضارات وانتم تسناو حيث انتم متخلفين، انتظروا نحن سوف نتخذ قرارات متعلقة بقيم معينة ثم سنلزمكموها وإن كنتم لها كارهين. لا، نحن خصنا لابد الآن من اتخاذ قرار على مستوى قضية القيم، ما هي القيمة المرجعية التي نستند عليها حتى نسير بأمتنا إلى الأمام. أما القيم الغربية هذه راه غير منطقية، راه يستحيل أننا الدولة أو المجتمعات الإسلامية ديالنا بالمرجعية ديالها الإسلامية أنها تدير خيار ديال القيم غربية ثم تحس بمصالحة داخلية. نعطيكم مثال، العلاقات غير الشرعية بالمرجعية الإسلامية، العلاقات غير الشرعية بالولاد والبنات، الرجال والعيال، دابا كبرتوا انتم تبارك الله، الولاد والبنات اللي نقول للطلبة الصغار، ما انتم دابا بين الرجال والعيال، العلاقات غير الشرعية هذه من حيث المرجعية الغربية فين هو الإشكال؟ أكيد حتى إشكال، شي الفقيه عارف راك يعرف واش من حيث العلاقة ما بين الذكر والأنثى في المرجعية الغربية داخل مؤسسة الزواج أو خارج إطار مؤسسة الزواج الأمر سيان، وكأن مؤسسة الزواج إنما هي مسؤولية مدنية توثق وخلاص، في حالة وقع نزاع نجد وثيقة قانونية تفرق بيننا بحسب 80-20 ولا 50-50 ولا 60-40 بحسب. أما داخل إطار الزواج، خارج إطار الزواج، أولاد داخل إطار الزواج، خارج إطار الزواج، الأمر سيان. طيب، هل هذه الأمور واقعة في مجتمعنا أم لا؟ هذا تنزعوا لي صاحبنا المرة عندنا غير حنا في الدار بينا. واقعة هذه واقعة. لكن أرى لي واحد المسألة، وهذه يعني إن صح التعبير هذا حبل يعزف عليه من يريد التفكك لهذا المجتمع. ذلك الشاب وتلك الشابة الذين يقعون في هذا المحظور بالمرجعية الإسلامية، هذا أمر محظور، يعني علاقة بين رجل ومرأة خارج إطار الزواج والمرأة لا تحل له، هذا أمر محظور، يعني هذا سميته الزنا. ما نسميه الأشياء بأسمائها، يقول لك نسمي الأشياء بمسمياتها، لا، سميه الأشياء بأسمائها، راه الشيء هو المسمى والآخر هو الاسم، فسموا المسميات بأسمائها. فملي كنجيو لهذه المسألة هذه سميتها الزنا، بالله عليكم هذاك الشاب وديك الشابة في ديك العلاقة غير الشرعية، هو راه باغي يعيش شي شوية ديال المكسيك والبرازيل هادشي المسلسلات، يعني علاش قلت المكسيك والبرازيل؟ هذا أقصده على اعتبار أن هذه الروافد التي صارت تصب علينا من قيمهم، والإشكال فينا هو أنه كيدوزها لك بالدارجة، فكيخلق لك أنت واحد المغالطة ثقافية، مغالطة تاريخية، مغالطة سوسيولوجية، مغالطة على مستوى القيم. فملي كتسمع أنت الدارجة
بالنسبة لك راه هذا يمثل واقعك المجتمعي وهو بعيد عن واقع بلده الأصلي. شي داكشي اللي كتشوفوا في مسلسلات المكسيك راه ما كاينش في المكسيك، وداكشي اللي كتشوفوا في المسلسلات التركية راه ما كاينش في تركيا، وداكشي اللي كتشوفوا في المسلسلات المغاربة راه ما كاينش عند المغاربة. باش واحد اخر ثاني يسمع فقنت تخور يقول لنا انتم لا 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 لا، داكشي اللي كتشوفوا في المسلسلات المغاربة راه ما كاينش عند المغاربة الا بعض النتف اليسيرة، لكن يفعل فيه اصحاب الاخراج السينمائي كما يفعل كان يفعل الكهنة من ذي قبل مع اخبار الجد، ياخذون الخبر الواحد الصادق ثم يضيفون اليه 100 كذبة ويكذبون به ويسحرون اعين الناس ويسترهبونهم وياتون بسحر عظيم. فهذه المسألة هذه ملي الشاب والبنت يعيشوا هذيك اللحظة باغيين يعيشوا شي شوية ديال الحب وشي شوية ديال السعادة زعما، ويخرجوا تاهما ويعيشوا ديك اللقطة ديال الرومانسية وشرية وردة وكي جبانية الحريرة، المهم ما علينا حيث هو العفريت ما يشريش هادشي. بالله عليكم بداخلهم أليس هناك صوت يصرخ وينادي يا عبد الله يا أمة الله هذا مخالف لقيمتك المرجعية؟ هذا اش تيدير ليه؟ هذا يجعل الشاب يعيش نوعا من العذاب النفسي، هو يريد أن يسلك إلى الله عبر الطريق المستقيم بحسب القيمة المرجعية التي يؤسسها له القرآن الكريم والسنة وسيرة السلف الصالح إلى غير ذلك والتاريخ المشترك والهدف والمصير المشترك، لكن في نفس الوقت الروافد التي أدخلت عليه مجموعة من القيم الدخيلة التي لا تنتمي إلى إطاره المرجعي أصوبت له نوع من الحرب. علاش قلت لكم بعض الأشخاص يحاول بعض الجهات تحاول العزف على هذا على هذا الوتر؟ أنه كيقول لك المهم إحنا غنسلكوا لهم أنهم اتهموا المغاربة من طنجة للقويرة، اتهموهم بالنفاق، كيقول لك المغاربة منافقين لأنهم باغين يديروه كذا وما باغينش يديروه كذا إلى آخره. إحنا سيدي لن نزيد إن عصيتم الله فينا لن نزيد على أن نطيع الله فيكم، احنا أخلاقنا الحمد لله لا تسمحوا بأن نرد عليكم بالسباب، سببتمونا وقلتوا لنا نحن منافقين ماشي إشكال. لكن هذا الشخص الذي يتكلم ينطلق من مرجعية غربية، أنه كيقول لك راه بنادم باغي يدير حاجة ولكن كيدير حاجة أخرى. في المرجعية الغربية الكل شيء مباح، إذا ملي كنبدأ نمنع راسي هذا نوع من النفاق. لا، في المرجعية الإسلامية أبدا لا تزيل عن العبد صفة البشرية، والبشر خطاؤون، لكن وهو يخطئ فيرجع إلى ربه عز وجل، وهذا الجانب ديال التوبة هو من القيم أيضا التي تؤصلها لك الشريعة الإسلامية، وليس هذا من النفاق في شيء، بل هو من صميم واقعية هذا الدين يتماشى مع الكائن البشري بحسب طبيعته. بعض الإخوة يقدروا يستغربوا شي شوية، لأن هذه بعض شي شباب أخذونا على هذه المسألة هذه، قال لك أودي الأستاذ كيقول لك حقه هذه ويجي ويكلمنا في الدين وكذا، قال لك وكيسمع الأذان ديال العصر وما كيسكتش كيبقى يهضر إلى آخره. طيب نأصلوا بهذه المسألة هذه ونطرقوا لها مسمارها، وإن كنت في موقف يعني لا أحسد عليه، يعني أتكلم في أمور فقهية أمام حملة الشريعة فهذا الأمر لا يستقيم، لكن اعذرونا من باب إكرام الضيف إن شاء الله تعالى تقبلون مهاتراتنا بإذن الله عز وجل. الترديد خلف المؤذن إن انضبط الصوت في أذاننا يكون ابتداء خلف المؤذن إن توصلت إلى سماع صوته الأصلي بدون مكبر، هذه وحدة. المسألة الثانية، لو كان الكلام كلام خير وهكذا أحسب الكلام الذي ندندن حوله في هذه الأمسية إن شاء الله تعالى، والله أعلم إذا كنا غلطين صلحوا لنا، أنت الفقهاء قال لي باش تصلحوا لي هادشي. والدين النصيحة، إذا كان الكلام كلام خير لا بأس من الاسترسال في ذلك الكلام حتى لو كان في وقت الأذان. ومن يتابع دروس عبيد ربه فيما يتعلق بالدروس الأسبوعية داخل المسجد فهو يعلم يقينا أنه ملي كيوصل وقت الأذان فنحن نوقف الدرس إلى أن ينتهي الأذان وكذا. المسألة الثانية، كيقول لك لا حقا وكتبقى شادهم وما تيصلوش العصر. إذا كنت كنشدكم أنتم ما تصلوش العصر فماشي نقول لكم ما تبقاوش تعيطوا ليا، إلا سمعتوا ريحتي جاي غير من جهة فاس بولمان حرشوا عليا جدرمية ديال الطريق. ماشي، نحن غير كنساليو ويبقى وقت كاف بإذن الله عز وجل لوقت العصر، إذ وقت العصر لا يخرج حتى تغرب الشمس.
ثانيا كيقول لك هو واحد قبل ما تيصلنيش ما كيصليش العصر زعما عذرونا إلا خذينا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالجمع والقصر ونحن مسافرون والمسافة يعني اللهم بارك راه أربعة سوايع ديال أربعة سوايع ديال القطار يعني كنظن الله أعلم كنظن كافية في عرف المالكية من أجل القصر والجمع وخصوصا حنا غادي نساليو إن شاء الله تعالى وغادي نعاود نشدو التران عاوتاني يعني ما كاملش يوم وليلة ماشي غادي ثلاث أيام راه ما كاملتش حتى 12 ساعة اللي غادي نجلسوها ما بين القطار هذا من باب يعني بعض إخواتنا من باب إبراء الذمة وخلاص يقول لك أودي كنقول لك الهضرة وما كديش عليها هذا 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 قوس ف لا 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 كيعجبكم التصفاق وهذا توا عاوتاني حاجة أخرى كتلقى واحد كيجي يقول لهم لا لا تصفقوا إنما تصفقوا للنساء والرجال لهم التسبيح يا حبيبي يا حبيبي والله العظيم سمعنا في غير ممر سامحونا غير استطردنا في هذه المسألة شوية باش رخفوكم شوية حسيتكم تزيرتوا لا قضية التصفيق للنساء والتسبيح للرجال هذا فيما يتعلق بتنبيه الإمام وداخل المسجد وعنده مجموعة من الحيثيات أي مثلا قلت شي حاجة مثلا شي واحد متدخل قال شي حاجة وعجبتكم وبغيتوا تعبروا على هذه المسألة غادي تجلسوا زعما كلكم تقولوا أنتم كتقولوا سبحان الله وهذوك كيصفقوا زعما فالله يصلح الحال الله يصلح الحال فقلنا بالنسبة لهذاك الشاب وديك الشابة هذا ليس نفاقا بل هو بعيد كل البعد عن النفاق هذا يتماشى مع بشريته وبالنسبة لنا احنا كقيمة احنا غادي نتكلم على مصادر القيمة بالنسبة للمسلم كقيمة نحن نستمد مصدريتنا من الوحي والوحي ابتداء هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن تلقوا فيه ان الله عز وجل وهو يثني على أقوام بعدما تابوا إليه حتى دائما اللي كنبغيو نبداو كنبداو سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض لكن قبل من هذا سارعوا إلى مغفرة من ربكم رفع لا تأكلوا الربا إلى تحتيف هذه علاش كتجي من وراها سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين شوف الأوصاف ديالهم كي دايره أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وزادهم والله يحب ها واحدة أخرى وعرف الزاد المحسنين هادو راه شوية ويبدأوا يطاروا مع الملائكة شوية ويطاروا مع الملائكة هادو راه يستغفرون سارعوا إلى مغفرة من ربي ويستغفرون ومتقين كما وصفهم الله عز وجل وينفقون في السراء والضراء أن تنفق في السراء هذا يسلم لك به لكن أن تنفق في الضراء وجات بالمضارع الذي يفيد الدوام والاستمرار واستقرار الصفة فيهم يعني هادو الناس الإنفاق عندهم خلاص يعني أروضوا أنفسهم كما ينبغي والكاظمين الغيظ مش الكاظمين الغضب الكاظمين الغيظ يعني صافي ما بقى عندك ما تحبسه وما تيحبسه والعافين عن الناس والله يحب فثبتت لهم محبة الله عز وجل ووصفهم سبحانه وتعالى بالمحسنين مباشرة بعدها لا زال العطف قائما بالاسم الموصول الذي يدل على الفعل هذا لا زال مستمرا هاد الناس بقى عندهم واحد الصفة أخرى شنا هي والذين إذا فعلوا يكفي الأعراف سيدي ربي يقول لنا إنما حرم ربي الفواحش هي اللي بدأ بها الأولى ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نبدأ بالفواحش الأولى وهذو كيرتكبوها يكن الله عز وجل حرمها وسورة الأعراف مكية وآل عمران مدنية يعني سبق تحريمها في العهد المكي وهم في العهد المدني يقومون بهذه قد يقعون في مثل هذا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الفرق شنا هو ذكروا الله هل هؤلاء من المنافقين يستحيل لكنه القرآن من أخذ قيمه واستمدها من هذا المصدر الرباني يعلم يقينا أن هذه القيم ستكون قيما تتماشى مع بشريته ولها هامش مهم جدا يتحمل خطأ العبد يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر يعني قضية التوبة هذه مادام بقي مصر الإنسان الغرغرة احتمال وقوعه في الخطأ واحتمال وقوعه في الذنب هذا احتمال وارد لكن الفرق بين هذاك المنافق الذي يدعي هؤلاء أننا نمثل هذه الشريحة منهم اللي هي المنافقين عياذا بالله
هذاك المنافق هذا لا تحدثه نفسه بالتوبة بتاتا. والمنافق عندما يقترف مثل هذه الزلة لا يرى من نفسه أنه يقترف الزلة، بل بالنسبة لها الأمر صيان، ولولا وطأة يعني نظر المجتمع لما يعني أذعن للقيمة المجتمعية الشاملة أنه يقول أنا من المسلمين. فمن غنجيو نقلبوا غلقوا الأوصاف ديال المنافقين لا تنطبق علينا، نحن تنطبق علينا أوصاف مسلمين مفرطين مازال كنطيحون نوضو إلى آخره. أما جينا نشوف أوصاف المنافقين نجدها بكل بساطة تنطبق عليهم، هم الذين يريدون أن يسلخوا المسلمين من دينهم، يريدون أن يسلخوا المسلمون من المسلمين من قيمهم، يريدون أن يسلخوا المسلمين من مرجعيتهم. وجيو قلنا احنا منافقين، احنا وجدنا عدد من الشباب كيقول لك ودي انا راه ما كرهتش، ولكن بقى نفسي كتغلبني لان الشهوات اللي ولات محيطه بيا ولات كثيره وسهله، ولو وضعت في وضع اللي نتمنع فيه من هذه المساله هذه كيقول لك ما نطيحش انا في هذاك الخلل. هذا لا يبرر له، نتفاهموا، هذا لا يبرر له بتاتا، لكن يمكننا من فهم الواقع ورصد اختلالاته. قضية أهمية القيم بالنسبة للمجتمع هي أن القيم أيضا تجمع وتربط بين المكونات الثقافية للمجتمع الواحد. فالقيمة في الإسلام لا تقصي ثقافة يعني على حساب ثقافة أخرى، أو لا تقيم ثقافة على حساب ثقافة أخرى، إنما هي قيم يعني تذوب في داخلها كل أطياف الثقافات ما لم تتعارض هذه الثقافات مع مرجعية هذه القيم. فما عندناش في الإسلام شي حاجة سميتها الجنس الآري، ولا شي حاجة سميتها البلاك مسلمز مثلا في حال الحركة الثورية التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية في الستينيات ديال حركة المسلمين السود مع إليجا محمد، وكان تبع ليه مالكوم إكس قبل ما يراجع الموقف دياله، وكان معهم واحد لقي تحت محمد علي كلاي إلى غير ذلك. هذه حركة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، أسست على ما قالوا أنه يعني الإسلام وكذا إلى آخره، لكنها حركة لا تقبل إلا من كان أسود البشرة من أصول إفريقية فقط. فملي كتجي تقول لي انا مسلم مثلا عربي، ولا انا مسلم مثلا اوروبي، ولا انا مسلم امريكي، نتعاون على هذا الاسلام، هذا كان يطرد ويمنع. اذا القيمه هنا ليست القيمه هنا لا تستمد مرجعيتها من اصل رباني، وانما تستمد مرجعيتها من اصل بشري، انهم هما اللي صوبوا هذه المساله هذه، كما فعل جنجيز خان من قبله لما جمع يعني شيئا من الكتب السماوية كلها والأعراف ديال التقاليد ديال التتار وغير ذلك، وأخرج لهم كتابا قال هذا يعني هو الكتاب الذي سوف تسير عليه ثقافة المجتمع الإسلامي بعد ذلك. قضية القيمة بالنسبة وأهميتها بالنسبة للمجتمع هي أنها تحافظ على مصالح المجتمع لكن دون أن تفني دور الفرد. في الإشكال مثلا مع القيم الليبرالية هو أنها تقيم دور الفرد حتى ولو كان على حساب مصالح المجتمع. بالنسبة للشيوعية مثلا قديما كانت تقيم أهمية المجتمع، مش نقول حتى، وكان ذلك على حساب الأفراد، يعني ما كانش حسمت الملكية الفردية. القيمة في الإسلام تجمع المجتمع على أن يحافظ على سيرورته وتوازنه، لكنها لا تغفل حق الفرد فيه. فالمثل الملكية الفردية في الإسلام مكفولة، لكن إن أضرت الملكية الفردية بالمجتمع تجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام المحتكر سارق، يعني ذاك اللي يحتكر هي ملكية فردية من حقه، لكن كيقول لك تضرر بسببها المجتمع صرت سارقا. الناس كيسوا عندك القضية ديال الثمن الربح، هامش الربح، واش التلوث ماشي التلوث كذا إلى آخره، هذه القضية كتمشي على حسب العرف ديال السوق. لكن أن يحتكر الشخص سلعة مما يحتاجه المسلمون بنية أن يبيعها أضعافا مضاعفة، هذا يعد من السارقين، ما عندوش الحق. علاش؟ حيت هذا مما يحتاجه الناس. أما شريتي شي حاجة مثلا في ليل كيشدوا به من هنا، بغيتي تشدوا عندك وتبيعوا أنت أضعاف مضاعفة، شغلك هذا اللي عنده فلوس وبغى يشري من عندك مشكلته هذيك، هو اللي بغى يضيع فلوسه في ليل. أما أنك تشري أنت الخبز ب 24 ريال وتسد عليه
ملي طيح التلج من هنا ومن هنا تقول لهم انا بوحدي اللي كنبيع الخبز هنا وبدات تبيع لهم الخبز ب10 دراهم، لا ليس لك الحق في هذا، ويعد يدخل في حكم السارق كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للقيمة في الإسلام كما ذكرنا ابتداء هي تستمد مصدريتها من الوحي. الوحي هذا عنده مجموعة من الخصائص، خصائصه ابتداء كنقول الوحي كنقول القرآن والسنة. الوحي خصائصه ابتداء يعني الخصيصة الأولى هو أنه رباني، أي أنه من الله، تنزيل من رب العالمين. هذا الرباني هذه تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنه الوحي رباني المصدر، أنه من الله عز وجل، كتابنا أنزلناه إليك مبارك. المسألة الثانية أنه رباني المنهج، يعني لم يترك لنا حتى أن يعني نصوغ المنهجية التي تسير عليها قيمنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكثيرة هي الآيات في هذا الباب. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين أن المنهج الذي نسير عليه إنما هو منهج يستمد جذوره وأصوله من المصدر الرباني. ثم أنها ربانية، يعني هذه القيمة هذه هي ربانية حتى على مستوى الغاية والمقصد، وأن إلى ربك الرجعة. إذن هذه القيمة التي تؤسس على هذا الأصل الرباني لا يمكن أن تترك للعبد مجالا، حتى مش أقول لك يجتهد فيه، لكن لا يمكن أن تترك للعبد مجالا لكي يزيغ. فهو يعلم أن هذه القيمة مستمدة من الوحي أي من الله، وتسير وفق منهج الله، وأن المحاسبة بعد ذلك عند الله عز وجل. لأن بعض الناس كيش نقول لك، كيقول قضية القيم، مثلا نأخذ أمثلة على القيم، مثلا قيمة الصدق هذه قيمة ذاتية شخصية، قيمة الصبر هذه قيمة ذاتية شخصية، قيمة الأمانة هذه قيمة متعدية، قيمة مجتمعية، قيمة العدل هذه قيمة متعدية، قيمة مجتمعية. هذه القيم أليست هذه القيم نجدها في مجتمعات غير مسلمة؟ الله يسمح لنا نجدها في المجتمعات المسلمة، قد نجدها قائمة أكثر من المجتمعات المسلمة. مثال، السيد كانت عنده شركة، هذا شيء في دولة غربية، مش ما نقولوش لكم فين تم غادي كتجاري وعاوتاني في دولة غربية كافرة، عارف القضية اللي كضروا هذه الكلمة، دولة غربية كافرة عشان نقول لك. عنده شركة جاته مراجعة ضريبية خصو يؤدي يعني واحد القسط معين من المال لخزينة الدولة، فدار المراجعة الضريبية وأدى الذي عليه، يعني بالسنتيم أدى الذي عليه. مضت تقريبا 6 أشهر أو 7 أشهر، تصله رسالة من الخزينة العامة، بريد خاص من الخزينة العامة، رسالة اعتذار، المراجعة الضريبية التي قمنا بها كان عليك أن تؤدي للدولة فيها قسطا معينا، وبالخطأ قد احتسبنا عليك قسطا أعلى، يعني مثلا فعل كان خاصك تخلص إكس، خلصتي مثلا 2 إكس، مثلا 2 إكس، خلصتي مثلا 2 إكس، قال لي ها هو شيك بقيمة إكس اللي خلصتها زايدة، باقي ما ساليتش، وما حيت ما عندهمش إشكال للربا ماشي الربا، قال لي هذاك إكس اللي زايد من اللي دفعتي للخزينة العامة تشغل فدر فوائد ربوية بقسط كذا وكذا، تهي هكا فلوسك، أمانة هذه ولا مش أمان؟ ما الذي دفعهم لفعل هذا؟ ليس عليهم هناك رقابة، إلا رقابة قانونية، ليس هناك رقابة إلهية، هم على بالهمش، إلا كاين هناك رقابة قانونية. إذن هذه أمانة، هذه الأمانة تيسر لنا فيما بعد أن يستتب شيء اسمه العدل، حتى يستتب بعد ذلك شيء اسمه الأمن. ها هي مجتمعات غير مسلمة، حتى يجي واحد يقول لك أودي أنتم ما كتبقاو تطنطنوا علينا بهذا الشيء، طلعوا بطل القيام وهز القيام، ما عباد الله ما عندهم كاع هذا الشيء، وخدامين الأمانة والعدل وعطوك رزقك وما ياخذوش لك كذا إلى آخره. كنقول ليه آه، كنقول ليه هو بعد، كنقول ليه إلا تغيرات المصلحة ديال هذاك الشخص اللي كيراقب، إلا تغيرات المصلحة ديالو فأنه يضبط المسألة قانونيا، وتغيرت المصلحة وقال لك صافي مادام دخلات، من الذي سيحاسبه؟ تا واحد. طيب وهو يفعل هذا الفعل ما الذي ينتظره؟
من الآخر، لا شيء، مصلحة مجتمعية. الفرق ما بين القيم عند المسلمين والقيم عند غير المسلمين هو هذا الجانب الرباني للمصدر والمنهج والغاية. فالمصدر أنت تستلهمه من الله، يعني حتى لو خانتك كل مواثيق الدنيا أنت تبقى ثابتا لأن الله عز وجل وضع لك حدودا ضامنة لحقوقك وحقوق الناس. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، لكن في المقابل ولا تخن من خانك، يعني ما عندكش الحق، ما تقولش لحد دارنا كنديرو. في حين هما هاد القضية الأمانة والعدل وداكشي كله اللي كيبان زويون فيما يتعلق بمجتمعاتهم داخليا، ردوا البال، هذا لا يمنعهم من أن يحملوا طائراتهم وترساناتهم الحربية ليدكوا رؤوس الناس دكا في مواقع شتى من العالم. راه هذاك السيد اللي كتب هذيك الرسالة وقال لي راه حنا غلطنا والحساب عندك هو إكس ماشي جوج إكس إلى آخره، هو نفسه الذي يصوت للرئيس الفلاني الذي سيتخذ قرارا عسكريا بدك رؤوس المسلمين إما في مثلا أو غير المسلمين، المهم أن يدك رؤوس أشخاص أبرياء في مكان معين من العالم. أما القيم اللي كنقولوا عليها ربانية زيد عليها واحد الخصيصة أخرى وهي قيم شمولية، يعني ما عندناش حنا شي حاجة سميتها القيم نحترمها ونحن في المسجد وإذا خرجنا من المسجد فنحن لا نحترم هذه القيم. داكشي علاش لابد من إعادة النظر في قضية القيم عند المسلم، أنه في المسجد هو يصف الصف، ولكن إلا خرج من المسجد كيدير مع الصف، إلا مشى للمقاطعة كيدير الصف، ولا مشى للمدرج وبغى يدخل كيدير الصف، ولا بغى يشد الصف كيدير الصف. واش تفهمنا؟ إذا الجانب الشمولي في قضية القيم هو أيضا من الركائز التي تؤسس عليها القيمة عند المسلم. كما ذكرنا كيقولنا عندنا القضية ديال الشمولية، كاين عندنا المسألة ديال القدسية. القيمة عند المسلم عنده القيمة عند المسلم عندها مرجعية مقدسة، لذلك يصعب عليه أن يخونها ويصعب عليه أن يتفلت منها. علاش؟ لأن الرقابة التي تكون عليه إنما هي رقابة إلهية. بالإضافة إلى كما ذكرناه القيمة عند المسلم هي قيمة واقعية، شو كل اللي قلناه كله زوين، لكن كيبقى ذاك الجانب الواقعي وهو أنه الله عز وجل ما شرع لنا من العبادات إلا ما نطيق، وتجد دائما استثناءات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ليس على الأعمى حرج ولا على المرض ولا على المريض، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. فتجد دائما تلك الاستثناءات التي تراعي الجانب البشري في الإنسان، لأن معروف القاعدة إن أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع وإلا ما يمكنش. فالله سبحانه وتعالى افترض علينا مجموعة من الأمور، هذه الأمور لا يمكن لنا إلا أن نقدر على تطبيقها، والذي لا يستطيع هذا الله عز وجل جعل له مسوغات وجعل له مخارج وكتبقى الأمور مستجدات غدا. الله عز وجل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا هذا الجانب الواقعي أيضا تتسم به القيم. كان عندنا جانب آخر وهو الجانب العالمي والإنساني. هذه القيم اللي كنتكلموا عليها ليست قيم حكرا على المسلمين، وليست قيم ليست قيما فقط يعني تتداول بين أبناء المسلمين، لكن هي قيم نسير بها يعني في الناس. الله عز وجل قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، ما قال يمشي به في المسلمين، يمشي به في الناس. فهذه القيم يعني للأسف غير مؤخرا حكاية بعض الأحوال للأشخاص، أحد الشباب هو مهندس، طالب مهندس، وكان عنده فترة تدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة ديال التدريب ديالو كان كيمشي لواحد المصنع من 7 صباحا إلى 7 مساء، وكانت فترة ديال رمضان. فطرح عليه سؤال آلمه، ولما حكاه لي آلمني. قال له واش أنت مسلم؟ قال له ما طبعا. قال لي واش متأكد؟ هي هادي حسيتي بها؟ راه هي هادي، حيت كيجي من 7 وما كيخرج حتى للسبعة، يعني التوقيت ديالو كيديرو هو. هادي لا تحتاج إلى تفصيل، مفهومة.
يعني ملي كنتكلموا على القيمه راه ماشي القيمه ملي كنكونوا مسلمين مع بعضياتنا. المسلم هذه قيم عنده ثابته سواء كان بين المسلمين او بين غير المسلمين او في مجتمع تعددي عنده المسلمون وغير المسلمين، لكن عنده ضوابط شرعيه تجعله يعني بحسب الاحكام التي يصدرها بناء على تلك القيم في تعامله مع الناس. هذاك الكافر لا أغمطه حقه ولا أبخسه شيئا ولا كذا ولا أقدسه ولا أرفعه فوق قيمته، لكن واحد المجموعة من الأمور أنا منهي عن التعامل معه فيها. مثلا هو كافر، هذا أنا كامرأة لا أتزوجه، وهي لكانت كافرة وليست كتابية يعني من المحصنات من أهل الكتاب، وإحنا ولا نقول المهم خلينا ساكت، من المحصنات من أهل الكتاب، إذا ما كانش من المحصنات من أهل الكتاب فهذه لا تحل لي في الزواج. راه ماشي غير حيت هي شهبه صافي راه ديزا ليا في الجواز. راه بزاف الناس كيقول لك لا انا مشى، ملي كتقول ليه هذاك السيد راه بغى يتزوج بنتكم كتقول لك، يقول لك لا علاش حيت ماشي مسلم. كيقول ليه ولدك انت اللي تزوج بهذيك السيده، كيقول لك لا راه ماشي مشكل حيت هو مسلم يقدر يتزوج بها هي. كتقول ليه راه ماشي اي وحده ماشي مسلمه راه عنده الحق يتزوج بها. زعما اوروبا كلها عامره بالمحصنات من اهل الكتاب. اوروبا مابقاوش فيها كاع ولاو ناقصين فيها اكثر اهل الكتاب، فضلا على المحصنات من اهل الكتاب. فاللي مشى ما حيت هي صافي حيت هو مسلم، المهم الله يصلح الحال. فمحل الشاهد وانا عندنا مجموعه من الضوابط، اذا كان هو كافر وولده سلم في هذه الحاله يعني الكفر من موانع الارث، يعني ما غاديش يورث الى غير ذلك من الامور. هذه مجموعه من الضوابط، والا المشترك الانساني الذي نشترك فيه كلنا هذا القيمه الاسلاميه ديالي انا تبعثني على ان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. سيدنا عبد الله بن أبي رواحة قبل استشهاده في غزوة مؤتة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص التمر على أصحاب خيبر، فلما ذهب إليهم يعني خشي اليهود أن يحمله، يعني سيدنا عبد الله بن أبي رواحة أن يحمله يعني انتماؤه للإسلام على أخذ حق متعدي، فقال لهم والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي عليه الصلاة والسلام، وإن مكوثي بين يديه لأحب إلي من عددكم من القردة والخنازير، ولكن لن يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أبخسكم شيئا من حقكم. فقام اليهود وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، هذا المقصود به العدل. فهذه قيمة سار بها عبد الله بن أبي رواحة بين من كانوا يحاربون المسلمين بالأمس، لكن لما هادنوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمتهم في خيبر وفتح حصونها خلاص هنا قيمة أخرى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن هذه المسألة هذه هي اللي كتخلي الجانب العالمي والإنساني يعني كخصيصة من خصائص القيم في الإسلام. قضية الثبات والاستمرارية، قضية الشمول، يعني مجموعة من الأمور متعلقة بالقيم الإسلامية. طيب قلنا دابا ما هو الإشكال اللي مطروح وهو الجانب المتغير، يعني إذا تكلمنا على القيم كقيم في حد ذاتها، القيم راهي ثابتة، القيم في حد ذاتها هي ثابتة، لكن إن أخذنا القيم الإسلامية على اعتبار أن القيم الإسلامية والشريعة الإسلامية يعني كلها تستمد من نفس المصدر وتقوم على نفس الأساس، غادي نلقاو باللي القيم التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية هذه قيم ثابتة، لكن تجليات الأحكام ديال الشريعة الإسلامية بحسب الواقع هنا نجد المتغيرات. بالنسبة للشريعة الإسلامية عندنا فيها ما لا يخفى على شريف علمكم من الأمور الثوابت، مثلا مبحث العقائد، الأحكام القطعية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، هذه أمور طال الزمان أو قصر هذه ثابتة لا تغير فيها، ما غيجيش واحد الزمان ونقولوا باللي راه صافي ما بقيناش غنصليو خمسة صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، علاش؟ يا ودي الزمان تغير ودابا ولينا كنخدموا من 8 الصباح حتى الستة العشية وزادوا هاد جيم تي بلس 1 ساعة، فولينا نخرجوا في الظلمة وندخلوا في الظلمة والظهر والعصر والتقاشر والصباط ومع أننا كنديروا خدمة، غادي يجتهدوا لنا الفقهاء، يجتهدوا الله يجزيهم بخير،
يشوفوا لنا شي حاجه نصلوا في حال كاج ركعات في الصباح ورجعوا ربما العهد المكي. حنا ما نكونوش جبنا شي بدعه من القول، هذا عاشه الصحابه رضي الله عنهم، ونحن نريد ان نعود الى حديث السلف غيدهم يدوا الهضره هذه، نريد ان نعود الى حديث السلف الاول اشنو هو، نصلوا ركعتين في الصباح وركعتين في المساء على مله ابراهيم، ومريضنا ما عنده واس. هذا كتقول لي واخا ولي الضرب سمعنا ضرب. شتي يوم تاتي فتنه الدجال، ولا فتنه على وجه الارض اخطر من فتنه الدجال. يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه ويوم كسائر ايامكم. قالوا يا رسول الله، شو الهم الصحابه، كيف نصلي؟ واش هذاك اليوم الذي كالسنه نجبدوه ونديروا الصبح في شهر واحد ونديروا الظهر في شهر ربعة وهكذا؟ يعني لأن هذا سؤال يطرح. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اقدروا لكل يوم قدره، عندك العبار ديال ما يصطلح الآن ب 24 ساعة، هذيك 24 ساعة غدير لها خمسة الصلوات ديالها، و 24 ساعة الثانية خمسة الصلوات ديالها، و 24 ساعة الثالثة خمسة الصلوات ديالها، هكذا. علاش؟ حيت هذا حكم قطعي من أحكام الشريعة، هذا لا تغير فيه. كاين عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله افترض عليكم فرائض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرض عليكم فرائض فأدوها، وحرم عليكم أشياء فلا تقربوها، وحد لكم حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. سبحانه جل في علاه، لا يضل ربي ولا ينسى، رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وذكرت أيضا في حديث الحج، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا يا رسول الله أكل عام، فكررها ثلاثا. مهم الحديث أراكم حافظين الحمد لله. هذا الجانب ديال المسكوت عنه أو ما يصطلح عليه بالعرف ديال القانون، العرف القانوني حيت هذا ديال البشر كيسميه الفراغ التشريعي. هذاك الفراغ التشريعي هو اللي كيعطي شي شوية ديال المرونة، أو ما قد يصطلح عليه بالنسبة للقاضي ما يسمى مثلا بالسلطة التقديرية. كتسمع كيقول لك هذا المخالفة القانونية مثلا كيقول لك يعاقب عليها بمن إلى. كتقول لهم علاش ما ديروش وحدة؟ علاش من إلى؟ كيقول لك باش كتبقى السلطة التقديرية. واحد مثلا سرق وعنده أصلا سوابق في السرقة إلى آخره، ماشي بحال واحد الشاب اللي الله باقي في الدراسة وعنده الفقر وعنده واحد المجموعة من الأمور ما يصطلح عليه بظروف التخفيف. هذه كتبقى السلطة التقديرية. الله عز وجل في أمور التي قد تظهر لنا أنها يعني كتقول علاش هذه، هنا فين كيبان الجانب الرباني في مصدرية القيام، أن الذي سطر لنا هذه الأمور إن صح التعبير ومن باب الإخبار فهذا يتجوز فيه، ما كاينش فيه إشكال. الذي سطر لنا هذه الأمور هو الحق سبحانه وتعالى، هو اللطيف الخبير وهو العليم الحكيم. يعني يعلم سبحانه وتعالى أنه سوف تأتي مجتمعات عندها حيثيات مغايرة جدا للمجتمع الذي كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. من بين الأمور الكبرى مثلا والتي يطالها التغيير، قضية ما يصطلح عليه بتداول السلطة، هذا أمر كبير جدا. قضية الخلافة أمر كبير جدا من الأعمدة ديال بناء المجتمع الإسلامي، ومع ذلك الله عز وجل لو شاء سبحانه وتعالى لأنزل فيه آية محكمة، ولو شاء سبحانه وتعالى لجعل 6236 آية اللي كاينة في القرآن الكريم لجعلها كلها محكمة، ولما ترك لنا شيئا من الجانب ديال الاختيار من أجل التغيير. لكن كما يقول علماؤنا، الأمر الثابت الوحيد في الكون هو التغيير، الحاجة الوحيدة اللي ثابتة هي التغيير. إذا هذا التغيير سوف يطرأ. غنجيو النبي عليه الصلاة والسلام لمح تلميحا فيما يتعلق بخلافة أبي بكر وما صرح صلى الله عليه وسلم، لكن فهم المسلمون من تلميح النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاك لأمر دنيانا، وتمت المبايعة. أبو بكر رضي الله عنه إلى خلافة عمر أوصى بأن يخلفه عمر، هذا التصريح، ها انتقال السلطة بشكل مخالف. عمر أشنو دار رضي الله عنه وأرضاه؟ أوصى واحد المجموعة من الأسماء وقال لهم اختاروا واحد من هذا. حنا كنتكلموا على إن صح التعبير، يعني من باب المقابلة أو التقريب، وإلا راه ماشي، راه الفرق كبير جدا. فحال نقول عطاهم واحد 6 ديال المرشحين وقال لهم صوتوا عليهم، وما قالش لهم أي واحد يصوت، قال
قال لهم ناس فلان 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 هما اللي يتكلفوا بالمساله. ومع ذلك سيدنا عثمان لما استقر الراي عليه رضي الله عنه وارضاه ما قبل ان يرقى كرسي السلطه حتى رضي الله عنه وارضاه عرض نفسه على سائر ساكنه المدينه السفراج يونيفرسال الاقتراع. يعني نصحت شويه المقابله ولكن راه فرق ما تحاولش فرق من سيدنا عثمان لسيدنا علي تداول مخالف للسلطه. التشبث بالسلطه من اجل مصالح المسلمين او التنازل عنها من اجل مصالح المسلمين. ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيده شباب اهل الجنه الحسن رضي الله عنه بعد 6 شهور ديال الخلافه عامل جماعة يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. علاش؟ شاف المصلحة بهذه الوسيلة. سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه ما رأى المصلحة بنفس الوسيلة، كان ينظر إلى مصلحة الخلافة ومصلحة المسلمين لكن بوسيلة أخرى وهي وسيلة القتال. إذا نحن كنتكلموا غير على واحد ما بين 30 و 40 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى كبريات الأمور تعرف اختلافا جذريا في كل مرة تداول فيها السلطة. هذه من الأمور المتغيرات. علاش؟ لأنك تغير البيئة، كتغير العوائد، كتغير الأعراف، كتغير الحالة اللي عليها الأمة. كان مجتمع مدني داخل المدينة المنورة، بعد المجتمع ولا في الجزيرة العربية كلها من بعد الفتوحات، دخل في الإسلام ما لم يكن من العرق العربي الأصل، فعندهم طرق أخرى في رؤية الأمور، عندهم طرق أخرى للحكم. فخلينا احنا غير كمثال في هذه المسألة هذه. وإلا مثلا كاين مجموعة من الأمور الأخرى التي قد تطالها المتغيرات، وهذه مبثوثة بفضل الله عز وجل في كتب الفقه. غنجيو مثلا المسائل ديال الاجتهادات، وهذا مما يعني عمت به الفوضى، لعلنا ان شاء الله تعالى نختم بهذا ربما طولنا، وباش عاوتاني داك اللي قالنا العصر ما يورقش علينا بزاف. عاوتاني قضيه الاجتهادات، اول حاجه بعدا خصنا نتفقوا عليها هو ان الوقت عندنا دابا في زماننا هذا خصوصا هذه 20 سنه الاخرى يعني عرفنا فوضى معرفيه لا يعلم قدرها الا الله عز وجل. كنقولوا فوضى معرفيه بجميع المقاييس، لدرجة أنه صار كل من هب ودب يفتي، مش أقولك في الأمور التي لو اطلع عليها عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، لو حتى جمع لها أهل بدر لما وجدوا لها حلا. وهو صاحبنا ما عندوش إشكال إشي ينعلك في الفيسبوك، هذه حرام، المستند ديالك فدي أنها حرام. ولا منين راه كاين واحد الشريط في يوتيوب لا حول ولا قوه الا بالله شريف، واش عرفتي راسك راه حطيتي رجلك في واحد الارضيه ديال الاجتهاد؟ واش فهمتي شنو هي قضيه ارضيه الاجتهاد؟ يعني هذيك المساله ليس فيها نص شرعي قاطع كيحكم فيها باه ولا بالله، يعني راه خصك فهم الواقع تلم به فيما يتعلق بالتخصص، وفهم الواجب في الواقع، وهنا خصك المام بكل فنون الشريعه. وانت ملي قلتي لهذاك خينا حرام كتبتي الحاء حداها الف حرام، يعني حتى من داك الساروت الاول ديال الاخطاء الاملائيه انت مهرسو. باقي ما هضرناش على اللغه، باقي ما هضرناش على البيان، باقي ما هضرناش على البلاغه، باقي ما هضرناش على علوم القران، وما غنساليوش دخلنا في علوم القران، باقي ما هضرناش على علوم الحديث، ماشي مصطلح، على علوم الحديث، باقي ما هضرناش على السنه، باقي ما جمعناش هذا الشيء كله باش ندخلوا في الفقه، باقي ما جمع. وانت كاتب حرام الأرض وفى كبار العلماء بالكاف والياء والباء والآليف والراء، دوفى كبار العلماء واسكت انت. لا راه ما يمكنش، راه كنقول لك واحد الفوضى معرفية. مبغيناش ندخلوا في قضية تبسيط العلوم، واش حتى هي مساهمة في هذه المسألة ولا ما مساهماش في هذه المسألة، هذه الموجة ديال تبسيط العلوم، هل هو تبسيط العلوم أم تيسير الإلحاد أم تيسير الخلل المعرفي عند الشباب؟ هذا موضوع خور، يعني يستحسن ربما تكون بعض البحوث المتعلقة إما بالإجازة إما بالماستر تمشي في هذا السياق هذا، حيث لابد من انتشالنا نحن بعدا، حنا عموم الناس من انتشالنا من هذه الفوضى اللي احنا كنعيشوها الان. فقضيه الاجتهاد، لكن من الذين ساهموا ايضا في هذه الفوضى المعرفيه هو اخراج بعض الاجتهادات الفقهيه من حيز الدائره الضيقه للعلماء
الى حيز العامه. مثلا كتجي واحد الفتوى فيما يتعلق بامر حادث، يلاه جا جديد، امر مستحدث بقي الله بان. فاذا بالعالم هو عالم وله الاهليه في الفتوى، احنا ما كندوش دابا على الدري الصغار، هذا عالم وله الاهليه في الاجتهاد وكذا، لكن بمجرد ما كيبان ليه راي، لانه يبقى رايا، هذا اجتهاد يبقى رايا، بمجرد ما تيبان ليه الراي اش تيدير؟ ينقله على الفضاء العام. لا عاوتاني ابا الحاجه عاوتاني، لا التراب ديال صباطك فوق راسنا، ولكن هذه لا. اول حاجه ما ظهر لك من الراي تعرضه على دائره ضيقه من اهل العلم، من الاختصاص، من الناس تبارك الله اللي من الطينه ديالك انت، وتناقشهم ويناقشونك. فان تبين ان الراي بينكم جميعا قد استقر، فهذا يمكن ان تخرج بتلك الفتوى لعامه الناس. حتى الا دواو الناس كيقولوا لا راه هادشي ما ولفناش، حيت حنا كعامه ملي كيجينا واحد الراي جديد عاده نقاوم التغيير، ما كيجينا شي حاجه تتبرزنا في دماغنا ما ولفناش. فلما ولفناش واحد المساله مثلا، الا خديتو غير الناس اللي عندهم واحد 60 65 سنه، ما عمرهم ما شافوا شي واحد في المغرب، ما عمرهم شافوا شي واحد ملي تيتوضى يمسح على الجوارب. فملي كيشوفك انت كتوضى كتمسح على الجوارب كيقول لك صلاتك باطله، ما تبقاش تهضر معاه، يعني ما تحاولش تقدم قدامه وتصلي به، راه ما يصليش وراك. علاش؟ لان القول الفقهي السائد اللي كان عندنا في المغرب هو قول جمهور المالكيه، ماشي كل، وهو قول جمهور المالكيه ان الجوارب حكمها يختلف عن حكم الخفين، وحتى الجوارب اللي جا بها النص ومعبرها على حسب الحال اللي كانت على الجوارب الى اخره. قول بعض المالكيه وغير المالكيه هو القول اللي حنا سقنا ليه الخبر باللي حلينا عينينا وحنا باقيين صغار، وبدات شي شويه للروافد، ما بقاتش مقتصره غير على هادشي اللي كان عندنا في البلد، وبدات روافد اخرى الى اخره. فلقينا باللي كاين قول فقهي اخر يمكن ان يزيل شوكه من اقدام عدد كبير من الناس، ييسر لهم امر الصلاه داخل المدارس وداخل الجامعات وداخل مقر اعمالهم الى اخره، وهو قول فقهي معتبر. لما كنهضرش على هذه، لكن نهضر على واحد كيجيب لك شي حاجه بالنسبه لك انت جديده فانت ترفضها، فكيوليو شنو كيوقع؟ كيوليو عامه الناس اما يقعون في التقديس، فكيولي الكلام ديال داك السيد اللي قالوا واخا هو اجتهاد وقد يؤاخذ عليه، فهاد الحاله هذه كيولي مقدس حتى ولو اجتهد واخطا ما شغلناش، هذاك العالم ما تيغلطش. والتقديس قد يدفع الشخص لاثبات العصمه لشخص معين وهو لا يدري. اما كطيع عاوتاني في عامه الناس اللي كيبداو في السبان والمعيور وقله الحياه، هادو يقعون في التبخيس. يعني كنا ما بين التقديس وما بين التبخيس، والمسلمه شنو هو؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا. حنا عامه الناس ما كنفهموش هذيك الهضره، فمن غيدوي واحد العالم يجتهد لكن حنا حسينا بداك الكلام ما هوش، ندورو عام سيدي العلماء اخرين ونقول لهم الله يجزيكم بخير، اصلوا لنا المساله علميا باش نفهموا، واش تؤيدون كلام هذا العالم هذا؟ وفي هذه الحاله غادي يولي عندنا واحد جمهره من العلماء تقول بذلك الكلام، وديك الساعه احنا انما نحن مقلدون. ديك الهضره ديال الاتباع ما الاتباع خلنا من طنز العكري، راه يا اما مجتهد يا اما مقلد، ما كاينش ثلاثه، لا منزله بين المنزلتين. تقلب كتب القدماء ما كايناش منزله اخرى، كاين مجتهد وكاين مقلد، غير هو الاجتهاد على مراتب، اما مجتهد مطلق، مجتهد نسبي، مجتهد داخل المذهب، المهم له القدره على النظر في النصوص. الاخر اقسام دي ممكن طالب علم مستبصر كذا الى اخره، لكن لا يخرج من دائره التقليد. لا نحن ماشي مقلدين، العامه هما اللي كيقلدوا. ها انت لا احنا من منين تزكي نفسك تقول طلبه علم؟ اكابر العلماء اللي دازوا عبر تاريخ التشريع الاسلامي كانوا كيقول لك نحن طويلبو علم. هذا الشيخ محمد زهر رحمه الله عليه في المجلس نار قال شدتني التبوريج انا، كيقول لك انا طويلبو علم، اي كان نحاولوا نطلبوا الله عز وجل ان ما نقولوش شي حاجه ماشي هي هذيك، باش نحاولوا نتعاونوا على دين سيدي ربي في مسجد التوحيد في مدينه الدار البيضاء. والشيخ محمد زهر رحمه الله كيقول لك طويلبو علم، ونجي انا نقول لك العامه كيقول ايوا على العامه، كلنا عامه، انا بلات فليها. إذن هذه المسألة هذه ما بين المجتهد وما بين المقلد، حنا كمقلدين كنشوفوا ناس أخرين علماء الله يجزيكم بخير. الكلام ديال هذا السيد هذا قال لك بقى واحد ساعتين ونص، مرحبا إن شاء الله تعالى. لا لا حنا نختموا إن شاء الله تعالى. فهذا قضية الفتوى كما ذكرنا والاجتهاد، هذا من المتغيرات فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، لكن أول حاجة له أهله المختصون به.
ولهذا الاجتهاد يراعي مجموعة من الحالات، من بين الحالات التي يراعيها البيئة، حيث هي من الأصول ديال التغيير. البيئة هي التي تؤثر في التغيير. فالبيئة مثلا ديال المملكة المغربية راه ماشي هي البيئة ديال الجمهورية التونسية، راه ماشي هي البيئة ديال المملكة العربية السعودية، راه ماشي هي البيئة مثلا ديال الجمهورية الأندونيسية، ماشي هي البيئة ديال الولايات المتحدة الأمريكية. خصنا يقول لي على من هادو دين وهادو دين، راه الإسلام واحد. أيه الإسلام واحد، لكن المتغيرات مختلفة. ملي جا الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الله أرسلك إلينا رسولا، قال نعم، قال الله أرسلك أمرك أنت يعني أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، قال نعم. زادوا الثانية قال لي القضية ديال الزكاة، زادوا الثالثة قال لي القضية ديال صوم رمضان، قال لي هاني، ويقول لي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أش قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. علاش؟ حيت هذا اللي جاي يسول، البيئة اللي كيعيش فيها لا يحتاج إلى أكثر من هذا، بلا ما تبقى تطرز فيه أنت وتخيط ليه وتقول ليه إلا كان كيربي غير الإبل، بلا ما تبقى تفع عليه أنت دماغه بزكاة ديال الماشية، بالزكاة مثلا ديال الغنم. ما عندوش، هو عايش في الصحراء، عنده واحد 50 ناقة و30 جمل كيرعاهم، تيعشروا ليه وتينتجوا ليه إلى آخره، وديع وكيقلب على مواقع القطر ومنابت الكلاء، تياكل وتيشرب، محتاج يصلي، يزكي، يصوم، ولو قاش وقيته يدوز يحج، ملي كنقول موسم الحج، هذا الشيء اللي محتاج. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. علاش؟ هذاك البيئة ديالو توانمه أنه يعطيه هذا الحد الأدنى من الأحكام مباركة. واحد اخر غيدخل للسوق يقول لي بلاتي انت عندك اركان الاسلام الخمسه، ولكن عندك احكام البيوع عليك ان تتقنها، تدخل في الربا انت كنديروا معك. وهكذا البيئه كتعرف واحد المجموعه من المتغيرات. حنا مثلا بالنسبه لنا في المغرب قضيه الاختلاط هذا كطرح اشكال، هو الله يصلح حالنا اجمعين، لا في القرايه ولا في الخدمه ولا في الشارع ولا في كذا. دول مثلا في امريكا اللاتينيه راه في التسعينيات خرجت حافلات للنقل الحضري، وحده للرجاله وحده للعيالات، من كثره ما صاروا يعانونه من قضيه التحرش الجنسي وكذا الى اخره، وهذو ما عندهم لا خلفيه شرعيه ولا ولا، ولكن وصلوا لهذا الاداء هذا صافي. كنقولوا في التسعينيات اي اختلاط راه طرح لنا مشكل، لكن انك تفتي لواحد السيد تقول لي راحيت الكليه ديال الشريعه مثلا كتقرا ولاد وبنات، وتقول لي حيت كليه الشريعه كتقراو فيها ولاد وبنات ما عندكش الحق الاختلاط حرام خرج من الكليه، لا ما عندكش الحق تفتي لي بهذا الشيء. واخا يكون العالم عاد كيجيبها، واش عالم من هذا البلد، روى في هذا البلد، كبر في هذا البلد، عاشر الناس ديال هذا البلد، شرب الماء ديال هذا البلد، ضربته الشمس ديال هذا البلد، قرا في المدرجات ديال هذا البلد، ديك الساعه واخا يفتي لينا ما كاينش اشكال. الامام مالك رحمه الله عليه هو الوحيد الذي في طبقته كانت تشد اليه الرحال، داك الشيء علاش بالقياس بقاو كيقلبوا يعبروا يعبروا، قالوا راه واقيلا هذا هو الذي يصدق فيه الحديث توشك ان تشد الرحال الى عالم المدينه. بلي كانوا كيجيو عند الناس يستفتونهم من الاندلس ولا من القيروان ولا من المغرب الاقصى ولا كذا، كيقول لهم كيف العمل عندكم في هذه المساله هذ، كيقول لي حنا البيعه والشري ديالنا كيديروا كذا وكيصيبوها كذا وكيمقصوها من هنا ويصيبوا لها هذه الى اخره، حتى كيكون واحد التصور شامل عام يكاد يقارب التصور الحقيقي للواقع الذي يعيش فيه السائل، ثم يفتيه او يقول له لا ادري، اسال علماء اهل بلدك. هذا الامام مالك. حنا يلا والبارح بدينا كنصليو ثلاثه ديال المحاضرات في يوتيوب وربعة ديال الأشرطة سلسلة كذا وكذا، ونبداو نشيروا لعباد الله نبداو نخرجوا من الزنقة. شتي في رمضان جا القويرة كيقراو في الاختلاط، إوا خرجوا كلهم، بغينا طبيب، بغينا فقيه، بغينا نجار، بغينا بلومبي. اللي خصنا عندنا واقع حنا كنعيشوا فيه، اللي خصنا نتعلموا أننا نضبطوا ذاك الواقع، ها اللي خصنا. أنا ما كنقولش لك ميعها، أنا كنقول لك ضبطها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا هالغلو إنه بما تعملون بصير، والكرد بالك للجهة الأخرى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. كان الحسن البصري رحمه الله يقول الحمد لله الذي جعل الاستقامة بين لأين، لا تطغوا مسلك الغلو ولا تركنوا مسلك التمييع. هنا عندنا واقع فرض علينا، مش نجيك من الأخر، الاختلاط هذا فرض علينا قانونيا، عليك اللي تخرجها. في وسط هذا الواقع هذا خصك تخرج راسك. كيفاش تخرج راسك؟ دير عمل سي ضوابط، عندك مدرج فيه باب هنا وباب هنا وباب لهاد الجهة، اسيدي دير هذا الباب هذا يدخلوا منه الخواتات وباب هذا يدخلوا منه الخوت، ويصيروا عرفا باش ملي تمو جايين الشباب اللي جايين من بعد الاخرين تم جاي داخل عارف هنا الباب ديال الخوت وهنا الباب ديال الخواتات. عندنا مثلا لجنة تنسق الى اخره، كنتلاقاو مع بعضياتنا كندويو الى اخره، في حدود، كاينه لجنة ديال الشباب، كاينه لجنة ديال الشابات.
إلا كاين مثلا شي تواصل إلى آخره يكون تواصل ظرف عام، التواصل يكون بالنهار، داك التواصل ديال الواتساب في الليل إلى آخره راه ما خدامش. نقول لك أشنو كاين، علاش؟ شوف الشيطان راه يطرزها لك من هنا ويشدك حتى تبغي تخرج. أنت دابا إس أن سنة أولى، يطرزها لك هو حتى الماستر، دي صاعط على ياسين يقول لي راه سميتو وقع إلى آخره وكنقلبو واش نفخت فيه الروح لم تنفخ فيه، نوليو دراري صغار. لا راه خصنا نفهموا راه بعض الامور، والله العظيم لا والله العظيم راه ما ياتينا من الشكايات لو كنا نسجلها ونعرضها على الناس لما خرج احد من بيته. ما خلينا من تفليها وما تقول على راسك لا انا سميتو مستقم وملتزم الى اخره، ما كاينش. الشيطان ما كيعرف حتى واحد، الشيطان ما يرضى الا انه يهبطك معاه لقاع جهنم. ما تشديتيش ليه داك الشيء اللي رقمش منك عنده رباح، فنضبطوش قلنا الله يجزيكم بخير. كي قلت لك هذه من المتغيرات التي لا بد من إحسان إسقاط ثوابت الشريعة عليها باش نقدروا نزيدوا شي شويه لقدام، وإلا غنبقاو ريوسنا جالسين كندورو في حلقة مفرغة والآخرين كيتاخذوا قرارات وغتبقى القرارات ديالهم دائما كتسري علينا حنا. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. سامحونا طولنا عليكم شي شويه، لكن قلنا واقيلا نخرجوا فيكم نيت الغديد ديال الطريق، جايين ما ضربناش ربعه السوايع باش نقولوا جوج كلمات ونمشيو في حالتنا. هذا ما كان ربما لعلنا ان شاء الله تعالى نفتح، ربما الاخوه يبغوا يفتحوا شي باب ديال المداخلات، ما نطولوش عليكم فيها ان شاء الله تعالى باش نمشيو يلاه نشدوا التران عاوتاني ديال الرجعه. جزاكم الله خير. هويه بريس.